شوف من رايي ديما من رايي ما تدخليش بعدي معناها تشطح شويه في الاول تشطح شويه في الاول ترقص شويه في الاول ومن بعد معناها مش بعد حتى يجيك الرثرة تشطح شويه في الاول حتى يجيك الرثرة يعني انا جو بريفير لو كومونس اون دونس سامبر صبر تشطح وتميل يميل وتلوي تلوي تلوي سوبر مانيفيك ما نجمش يلوي الاعصاب في يدك اه يلوي قول له صلي سيب علينا بالنسبه للتابلو دونس فين انت تحب نعملوه تحب نعملوه على اليمين هكا ولا على اليسار انا نشوفه على اليسار خير قولك فهمت توا شفت انا قلت لك يحب يعمل تابلو لا انا بدي خاطر شوفوني قولي خاطر اخرج تحب تعمل تابلو ما ظنتك هكا فنان كبير متعدد المواهب تغني وتشطح وتلحن وحالتك هكا حليله ولدي سروالك منقوب على ركيبك ولابس صباط احمر الحق الحق ما يخرجش عليك صباط احمر ديك حق 600 دولار يا سيدي الغالي 600 دولار وي سمعت النغمه هذه عند وحده زميله اسمها الدباخ عرقت عليكم الدباخ تعرف الدباخ اخت الصباغ لا ثم مشكل شو هو المشكل خويا تفضل عايش 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 نعاونوكم عايش ثم مشكل خاطر خسر لي لو كان معنا باش نخرج للجرده يلزمني كاميرا اخرى احنا ما عندناش باش نعملوا نطيروا ونجنحوا عندي فكرة كان تسمع مش بالقاسم ودو كوميسار مش عنده كاميرا لوات هي عنده ويخدم فيها ودو كوميسار دخل عنده كاميرا سيرفيونس دخلنا فيها لا 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 مش تاع سيرفيونس ولده يخدم بيهم مرة شفته في العروسات يعمل لا ودو برافو على ديك الحجم سيدي ودو يخدم فيها وليود وليود اي وليود اها اي تخلصوا وي با فما حتى مشكل وليود اوكي استنى استنى من بعد عندك فكره اغسل لي ايه انا اغسل لي جست ابري تدخل البول في جردة ماشي اوبا تدخل البول في جردة هذيك هي الضربه انا تو كي جات الفكره هذيك الصيحه بامل تدخل البول في جردة لا تدخل البول ولا سردوك في جردة بابا انا ما تفهمناش هكا انا اخويا لهواش والبكمات ما يدخلوليش هوني علاه سي شو اسمك ربي حميد 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 يا سي حميد يهديك احنا رانا في خدمه توا نخدموا لحم ايه متفاهمين في الخدمه ما ماهوش متفاهمين انت خلي الدجاج والهواش وين شوفي وين شوفي انت قلت دجاج انا قلت دجاج انت قلت بول قلت بول قلت دجاج قلت بول بول شو ترجمتها بول شو دجاج بيسير اه ما تكلم من الاول بيسير بيسير شو معناها بول اسمع اسمع بول بس بالانجليز ودي سلام كنت تعرف حاجه قول نفهموك اللهم صل على سيدي سامحني غلط اما هو الدجاج في باله الدجاج الدجاج ما يدخلش الدجاج بول ستوب 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 خويا اسمع اسمع ما صار شيء هاب راسك هاب راسك موس حدير سيدي الغالي نرجعوا نحكيو بيزنس ونعملوا طلع على الدار مرحبا تفضل تحبوا تتفضلوا توا لا بعدك شكرا تفضل.